بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. تركت جميع خلق الناس دوني، تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. ومن عرف المحبة عن يقين، حرام أن يميل إلى فراقي. وكيف أحب غير الله يوما، وليس سواه في الأكوان باقي. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الفتح في ميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث اللقاء الأول من الأسبوع الثقافي الثالث الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سدد الله خطاه وألهمه الرشد والفلاح وجعله نبراسا في نشر دين الله عز وجل بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا يحمل عنوان الأدب مع الله عز وجل، يبدأ بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، ويحاضر فيه فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف الأسبق، وفضيلة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة. يختتم بابتهال من المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. يحضر معنا من علماء وزارة الأوقاف الأجلاء فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ حمادة المطعني مدير إدارة غرب القاهرة، وفضيلة الدكتور علي محمود سليمان مفتش بإدارة غرب القاهرة. يشرفنا بالحضور المخرج البارع الأمين على التراث الإسلامي في قطاع التلفزيون المصري الأستاذ عبد العزيز عمران، حفظه الله وبارك في عمره وفي عمله. كما يحضر معنا من جريدة عقيدتي الأستاذ محمد السعاتي. أيها الأحبة الأكارم، الأدب مع الله يقتضي أولا حسن التوحيد وحسن الطاعة وحسن الامتثال. ما أحوجنا في هذه الآونة أن نستعيد هذا العنوان وأن نضعه نصب أعيننا، الأدب مع الله في أقوالنا
وأفعالنا وسلوكنا ومعاملاتنا. أيها الأحبة الأكارم، كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من غيره، حيث قال لابن مسعود يوما: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء الذين يمشون
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سيئاتهم حسنة.
الحسنات وكان الله غفورا رحيما وما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي صدق الله العظيم. بشرى تزف لحامل القرآن ياقوت رب العرش في التيجان ثم الشفاعة في القرابة عندما فرت خلائق من لظى النيران ومنازل الرحمن تهتف للذي قطع النهار بآية وبيان هذا كلام الله جل جلاله أبشر بقول الله في القرآن. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير ونحن هنا في مسجد الفتح نعيش اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الثالث الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية نشراً للوعي ونشراً للوسطية ونشراً لدين الله عز وجل برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، نحن الليلة في ضيافة فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب مسجد الفتح. أيها الأحبة الأكارم،
الأدب مع الله عز وجل يقتضي الرضا عن الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره، فأين نحن من الرضا عن الله عز وجل؟ تحت عنوان الأدب مع الله يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاه، ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على البشير النذير صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات، فإنا نتقرب إليك في هذه الليلة المباركة بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. أما بعد، فالشكر أولاً لمعالي السيد وزير الأوقاف على عقد هذه الندوات التثقيفية في مثل هذه الآونة التي يحتاج فيها المجتمع إلى مزيد من التوعية والتبصرة، وكذلك أشكر الحاضرين جميعا، وأتوجه بالشكر إلى أخي العزيز السيد الشيخ الجليل إمام هذا المسجد الشيخ عبد الخالق صلاح، وكذلك إلى جميع الأساتذة والعلماء والقراء، وأيضا إلى الأستاذ الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وأشكر كذلك الأخ الكريم الذي يدير هذه الندوة. بارك الله تعالى فيكم جميعا ورزقنا وإياكم الأدب مع الله سبحانه وتعالى ورسوله. والكلام عن الأدب مع الله تعالى الحديث فيه ذو شجون، فحدث ولا تخشى من ملل، فإن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو المهيمن وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي بيده أنفاسنا وبيده آجالنا وبيده كل شيء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأدب مع الله سبحانه وتعالى يتمثل أولا في توحيده وفي تعظيمه وفي حسن طاعته وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأدب مع الله سبحانه وتعالى هو عنوان المحبة، وهو شعار العبودية، وهو طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يصل الإنسان بعبادته أو بطاعته إلا
إذا كان حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إن الرجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ففي تعظيم أوامر الله، في الخشية، في مظاهر الطاعة، يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلم يذكر أركان الصلاة، ولم يذكر شروط العبادة، وإنما ذكر الأدب وذكر الأخلاق. كان سيدي الإمام الجليل أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه يدرس للعلماء، لطائفة كبيرة من العلماء في مدينة الإسكندرية. ففي مرة أراد أن يختبر أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، فسألهم سؤالاً غريباً في الدرس، وقال لهم: هل أنتم من المصلين؟ هل أنتم من أهل الصلاة؟ فاستغربوا هذا السؤال، وقالوا: يا إمامنا، يا شيخنا الجليل، نحن نعلم الناس العبادات ونفقه الناس في الدين، ونحن أئمة العلماء، فكيف تسألنا هذا السؤال؟ قال: ما فهمتم المراد به. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم وصفهم بأوصاف: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، إلى آخر الآيات. قال لهم: هل أنتم إذا مسكم الشر لا تجزعون، وإذا مسكم الخير لا تمنعون؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني أهل الصلاة، أهل الأدب مع الله تعالى، ليسوا يجزعون ولا يسخطون ولا يعترضون على الله تعالى في حكمه وقضائه. وإذا أصابتهم النعماء ومن الله عليهم بالخيرات فإنهم لا يمنعون ذلك. فهل أنتم كذلك؟ فنكسوا رؤوسهم جميعا إلا المصلين، يعني أهل الصلاة وأهل الأدب وأهل العبادة، ليس من شيمتهم ولا من أخلاقهم ولا من أدبهم هذا. فانظروا إلى التعليم وإلى التربية. حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى، إذا استعرضنا آيات سورة الحجرات رأينا في مفتتح السورة أن المولى تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، عليكم أن تمتثلوا أمره وأن تجتنبوا نهيه، وإياكم أن تقدموا آراءكم ومقترحاتكم بين يدي الله ورسوله فتهلكوا. واتقوا الله، تحذير من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنها تشمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه. فالذي يعلم الناس القرآن ويعلم الناس الأحكام ويعلم الناس الدين لا ينبغي رفع الصوت عنده، أدباً
واحتراما، لأنه من ورثة الأنبياء، من الذين يبلغون هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. بينما شبه هؤلاء الأعراب الذين تجاوزوا الحد وتجرأوا على مقام النبوة، انظروا كيف قال الله في شأنهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، وانظروا إلى أسلوب القرآن العظيم وإلى بلاغته، لم يقل ولو أنهم صبروا حتى تخرج. فلو خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شأن آخر لا ينبغي لهم أن يكلموه حتى يتوجه إليهم بالخطاب، ولذلك قال: حتى تخرج إليهم، لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. كذلك ننظر أيها الإخوة الأحباب إلى أدب الأنبياء، إلى ساداتنا الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، والأنبياء والرسل بمثابة شموس وأقمار ونجوم وكواكب، وكواكب طلعت في سماء الدنيا ثم غابت بختم آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تطلع في سماء الدنيا بعد ذلك أبدا. انظروا إلى أدبهم وإلى حسن حديثهم مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ماذا يقول؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. عندما ذكر المرض أو ذكر الشر لم يقل وإذا أمرضني، وإنما نسب إلى نفسه: وإذا مرضت فهو يشفين. كذلك العبد الصالح عندما تكلم في سورة الكهف ماذا قال عن السفينة؟ قال: فأردت أن أعيبها، ولم ينسب العيب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في شأن سيدنا إسماعيل عندما قال لأبيه سيدنا إبراهيم: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسيدنا أيوب وغيرهم، سيدنا أيوب ماذا قال؟ قال: رب إني مسني الشيطان، ولم ينسب الضر أو الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ويعلمنا ذلك المولى تبارك وتعالى عندما يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، مع أن الأمور كلها بيد الله، بيده الخير وبيده الشر، ولكننا لا ننسب الشر إلى الله تعالى أدبا واحتراما، وإن كان هو سبحانه وتعالى الخالق والموجد لكل شيء سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأدب، وأن يزيدنا علما وفقها في ديننا، وأن يكرمنا في الآخرة بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشكر لكم حسن استماعكم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم.
فارضينا بما يرضيك أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا. ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. من يذكر الرحمن بالقلب خاشعا، على فوق أعناق الملوك مكانا. إذا كنت تهوى الله نلت المنى، وإن كنت تهوى الناس نلت هوانا. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف الأسبق، ونحن هنا في مسجد الفتح في ميدان رمسيس نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك ضمن الأسبوع الثقافي الثالث الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. لقاؤنا يحمل عنوان الأدب مع الله، ومن مقتضيات الأدب مع الله أن نشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. مع الأدب مع الله يحدثنا فضيلة الدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وراشدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وعدد ما في البحر من قطرات وعدد ما في الكون من ذرات. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا خير الورى مشتاق مشتاق إلى رؤياك. وبعد، فالشكر موصول لوزارة الأوقاف لرعايتها لهذا المنتدى الثقافي ولنشرها الفكر الوسطي المستنير في كافة مساجد جمهورية مصر العربية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. والشكر موصول لحضراتكم على حسن الاستماع. أدعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا شقياً ولا محروماً. الأدب من أعلى مقامات الأخلاق وأحسنها وأرفعها، ولا سيما الأدب مع الله. ندعو الله عز وجل أن يجملنا وأن يزيننا به. الأدب مع الله يقتضي أن نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا الله. قال الله تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وكرمنا على سائر المخلوقات وسخر لنا ما في الكون هي تحقيق العبادة لله رب العالمين بقدر ما نستطيع، محققين قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الأدب مع الله أيضا يقتضي أن نخلص النية في تحقيقنا لعبادته تبارك وتعالى، بمعنى أن تجعل كل أعمالك خالصة لله، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق أو في كل المجالات. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحد ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. إذن فمن كان يرجو القبول والتوفيق فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، يبقى صلاتك لله، زكاتك لله، صيامك لله، حجك لله، المعاملة الطيبة لجيرانك وزملائك لله، صدقتك لله، احترامك للكبير وعطفك على الصغير، احترامك والمعاملة الطيبة لزوجتك ولأولادك خالصة لله. هكذا قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثالثا، الأدب مع الله يقتضي أن نشكره تبارك وتعالى على نعمه وآلائه التي امتن بها علينا. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى من الأدب مع الله أن نشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة التي امتن بها علينا، حين تأكل وحين تشرب وحين تلبس وحين تنام وحين تخرج إلى العمل، ينبغي أن تقدم الشكر لله تبارك وتعالى، والله أمرنا به. قال الله تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب، من شكر الله عز وجل بقلب خالص؟ قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى ربنا يبصرك ويعينك على تحقيق العبادة ويعينك على الإخلاص ليه ويعينك على شكره. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. يطلب العون والمدد من الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى ناخد بالنا من هذه النقطة، من مقتضيات الأدب مع الله أن نرضى بقضاء الله وقدره. لا شيء يجري في الكون إلا بإرادة الله. ومن أركان الإيمان، من تحقيق الإيمان، أن نؤمن بقضاء الله وقدره. إن أصابتك سراء ينبغي عليك أن تشكر،
وإن أصابتك ضراء ينبغي عليك أن تصبر، هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير لخير. إن أصابته سراء شكر المنعم، شكر الله عز وجل بقلب خالص فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء علم وأيقن أن ذلك من عند الله، فإن صبر ورضي أكرمه الله في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك فضلا أن الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، من القائل؟ الله. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هنا الامتحان. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، سلم أمره كله لله. ولا شك أن هذا من كمال الإيمان، سلم أمره كله لله، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما ذكر شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور جمال، شوفوا انظروا إلى حال سيدنا أيوب وهو في أحلك الظروف المرضية، قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل: يا رب يعني بلغ مني المرض ما بلغ، يعني يا رب اشفني، يا رب أذهب عني ما ألم بي، وإنما قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالفاء التي تفيد الترقيب والتعقيب، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، لم يظهر ضجرا ولا ضيقا، على الرغم من هجرة الناس له أو هجر الناس له، لكنه رضي بقضاء الله وقدره، وقلبه امتلأ ثقة في الله. وضرب لنا أروع الأمثلة في حسن الظن بالله، ولا شك أن هذا من كمال الأدب مع الله، لا شك أن هذا من كمال الأدب، عنده حسن ظن في الله. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فلا، فظن سيدنا أيوب بالله خيرا وأيقن أن الشفاء بيد الله. بكن ترفع الأمراض والأوبئة، ندعو الله عز وجل أن يرفع عن الإنسانية الأمراض والأوبئة. بكن ترفع الأمراض والأوبئة، بكن تعم البركة ويعم الخير. لكن القضية قضية ثقة في الله وحسن ظن في الله، فهذا من كمال الأدب مع الله. أدعو الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير وفي الخير. اللهم اجمعنا دائما يا رب على الخير وفي الخير. اللهم إنا نسألك من بيتك هذا وفي ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا لنا ولأبنائنا ولبلادنا الخير كله عاجله وآجله، ونسألك يا ربنا من بيتك هذا وفي ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا أن تجنبنا وأن تجنب أبناءنا وبلادنا الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إله الكون يسعدني رضاك، وما لي خالق أبدا سواك، تراك إذا رأيت الكون عيني، وأنت الله أعظم أن نراك. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة
من فضيلة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، ونحن هنا في رحاب مسجد الفتح نعيش اللقاء الأول من الأسبوع الثقافي الثالث الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك نشرا للوعي والثقافة والوسطية. أيها الأحبة الأكارم، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، وكان الفاروق عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء. وسئل الإمام أحمد بن حنبل: يا إمام، كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. بضياك
يا خير مولود، يا خير مولود أتى في كونه في الذكر رب العرش قد زكاك، يا دعوة قبلت بنور خليله، يا دعوة قبلت بنور خليله وبشارة أنت الذي رباك سيدي يا رسول الله، أنت الذي رباك من أنت الذي رباك، أنت الذي رباك من فطر الورى قادر رباك، وأتيت بالخيرات والرحمات، هتفت لك الأنحاء في مرآك. أوحى لك القرآن ذكرا كاملا وهدى النبي صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. اللهم صلِّ عليه صلاةً ترضيك، وصلي عليه صلاة ترضيه،
وصلِّ عليه صلاةً ترضى بها عنا، وتقضي بها حوائجنا، وننال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد عطية بري، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني ضمن الأسبوع الثقافي الثالث الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. في الختام، وعملاً بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لم يشكر الناس، الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف الأسبق، ولفضيلة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفضيلة الشيخ محمد عبد البصير حيث كان معنا قارئاً، ولفضيلة المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. الشكر للسادة الأكارم علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ حمادة المطعني مدير إدارة غرب القاهرة، وفضيلة الدكتور علي محمود سليمان مفتش بإدارة غرب القاهرة. الشكر للمخرج البارع الأستاذ عبد العزيز عمران الذي نعتبره حارساً أميناً إن شاء الله تعالى على التراث الديني بقطاع الإذاعة والتلفزيون. كنا في ضيافة فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.